السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله إن الجميع يكون بخير، وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم كلكم بلا استثناء، ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. تخفيضات بندة الأسبوعية، بسم الله ما شاء الله، بندة الأسبوع ده عاملة تخفيضات كويسة جدا جدا. الناس اللي ما كانش عاجبهم المواد الغذائية المخفضة يتفضل الله يحييهم، أهي المواد الغذائية مش مخفضة وزي الفل، وفيها تاريخ، فيها تاريخ سنة، فيها صلاحية سنة. مبدئيا كده يا جماعة برضو يعني ايه، فضلا وليس امرا منكم اعملوا لي لايك يعني لو تكرمتوا. عندنا هنا اول حاجة عليها عرض التفاح الاخضر ده ب7 ريال، واللي جنبه ب7 ريال برضو، يا 6 و75 و95 هلال. والبرتقال الجميل المصري ده ب3 ريال، ده برتقال عصير على فكرة مش ابو سرة. والليمون ده بتاع جنوب افريقيا ب5 ريال ما شاء الله. والبرتقال ده ابو سرة اسباني ب6 ريال ما شاء الله. نشوف اللي بعده. طبعا الليمون ما فيش عروض الاسبوع ده، تقريبا كده ب7 ريال. اليوسفي اللي هو المندولين ده، الرمان مصري يعني ما فيش عروض برضو. هنا عندنا عروض على البابايا الجايزاني ب5 ريال، والموز الجايزاني برضو ب4 ريال ان شاء الله. نشوف اللي بعده. في عروض هنا على البخاري، البخاري ده اسباني ب10 ريال، كيلو ب10. والجوافة دي مصرية كيلو ب14 ريال. وده حد لخبط ده على ده، شيلهم يا ام عبود وحطيهم، معلش ما جراش حاجة، بسم الله. ايوه احب اشوف كل حاجة منظمة. الكيوي ب17 ريال، طبعا ما فيش عليها عروض. الكاكا عليها عرض ب10 ريال، طعمها ما شاء الله حلو، انا خدت منها هي والجوافة، صراحة طعمهم حلو يعني. الافوكاتو ما فيش عروض برضو. التفاح طبعا انا قلت لكم على عرضه في الاول، ده ب7 ريال، الاخضر ايطالي حلو، هو ده بتاع الرجيم والحمية والناس اللي عايزة تنحف. واللي جنبه ده ب7، واللي جنبه ب9، يعني مختلف. الموز الاسبوع ده ما فيش عليه اي عروض، يعني تقريبا كده كيلو ب6 ريال، 5 و95 هلل. بس انا بجيب 6 بجيب لكم الزبدة يعني على طول. الشمام عليه عرض ب3 ريال ما شاء الله. الحبحب الطويل يعني ب1.5 ريال كيلو. المدور الاخضر ده نفس الشيء ب1.5 ريال ما شاء الله. نشوف كده العروض اللي هنا على التمور، مفيش هنا برضو في التلاجة نوعا ما، برضو مفيش يعني غير بس الفطر ده ب8 ريال، العلبة دي تقريبا 400 جرام ب8 ريال ما شاء الله. هنا عندنا الكوسة، الكرتون اللي انتوا شايفينه ده تقريبا كده كيلو، كيلو ونص على الحدود يعني، ما تعداش كده، 10 ريال. ايوه شوف اللي بعده، نبدا من هنا وبعدين نروح لهناك. دي انواع كده من القرع، بس يعني احنا مش بناكلها قوي يعني، دايما اللي باخدها البنجال يعني، هم عارفينها اكتر. التوم الصيني على عرض، الكيس ده نص كيلو ب4 ريال، والكيلو كامل ب7 ريال، نفس الشيء ناقص هلالات بسيطة. البصل ده تقريبا برضو اسباني ب4 ريال، بصل ابيض ده مش حر خالص يا جماعة، يعني ملوش، هو بصل بس ولا حر ولا اي حاجة يعني، طعمه حلو. حبيبنا 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 البصل المصري ب3 ريال ما شاء الله. ايوه هو ده، هي دي العروض. بطاطس ما فيش عليها عرض، تقريبا كده الكيلو ب4 ريال. الذرة برضو ما فيش عروض، البامية ما فيش عروض، الفاصوليا طالعة في العلالة او ب17، البامية ب18، الكوسه ب7، مش عارفه رمضان يجي ولا ايه. جزر محلي ب4 ريال حلو ما شاء الله. والطماطم دي اسباني اللي هي ابو شوكه ب6 ريال، بس طماطم جميله على فكره بس غاليه، 6 ريال غاليه. الخيار الجميل اللي زي الفل ده ب4 ريال ما شاء الله، حلو خالص. الطماطم دي بلدي ب8 ريال، وراها غاليه برضه يعني. الخيار عرضه حلو، ان الخيار ممتاز على فكره، مش عارفه الطماطم مالها طالعه في العلالي. والجزر زي ما قلت لكم ب4 ريال. الفلفل ما فيش اي عروض خالص، الاخضر والملون ما فيش ما فيش ما فيش، والهندي ما فيش. الملفوف برده ما فيش عليه عروض، ده الملفوف يا جماعه مش بتاع المحشي، ده ممكن نستخدمه في السلطه لان ده جامد جدا، مش هتعرفوا تطلعوا منه ورق. والبنفسجي ده بتاع السلطه. والزهره اللي جنبه دي معروفه، ده كرفس على فكره. الرابطه اللي انتم شايفينها دي كام؟
ب 17 ريال ما شاء الله. وده بقى بتاع المحشي، ده نمبر 1 في المحشي. جميل 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 ما شاء الله، انا باخد منه باستمرار، بس برضو ما فيش عليه عروض. يعني اللي انا وريتها لكم دي تقريبا كده داخله في 12 ريال. هنا الثلاثه من الشيبسي ده اللي هو ليدز ب 15 ريال. اي تشكيله بقى، بالجبنه بالشطه بالكاتشب، 3 15. القسم بتاع العصير عليه عروض حلوه قوي. عندهم عصير ربيع الاثنين ب 30 ريال، كرتونه كبيره 18 زائد 3. حلو العرض ده، ممتاز. انا شايفه انه حلو لان ربيع اصلا بيبقى غالي. هنا ربيع مشكل الكرتون الكبير برضو ب 23 ريال ما شاء الله. راني تقريبا 9 حبات مع بعض، علي عرض برتقال ب 9 ريال ونص. حلو مش بطال. وده سنتوب الكرتون ب 14 ريال بالظبط ما شاء الله. عندهم عروض حلوه على عصير الاسبوع ده بصراحه. يعني عندهم برضو حليب ندى الكرتون الكبير ب 38 ريال. عندهم برضو الحليب ده صافيو ب 22 او ب 23 ريال بالظبط. يعني في بقى المراعي اللي هو بالشوكولاته وبالموز وساده، كله ب 20 ريال الكرتون ما شاء الله. وده حليب المراعي ساده الاثنين الكرتونين ب 30 ريال، يعني الكرتونه 15 ريال ما شاء الله. حلو كويس ما شاء الله. المراعي ده حليب ساده ما فيش عليه نكهات او حاجه. يعني عروضهم على الحليب حلوه وعلى العصير الاسبوع ده ممتازه بصراحه، خصوصا عصير ربيع لانه غالي اصلا. يعني ده القسم بقى بتاع التانك والبيبسي والحمضيات والحاجات دي. اول حاجه معانا هنا عليها عرض التانك ده، بسم الله ما شاء الله، باتنين هو تقريبا 1.5 كيلو، عليه عرض الحبتين ب 20 ريال. نفس الشيء مانجو الاثنين ب 20 ريال، برتقال مانجو فواكه مشكله. هنشوف بقى اللي بعده هنا احسن 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 ان مش عليك عروض. بيبسي وما بيبسي وكلام فارغ من ده، مش عايزين نروح للحاجات المهمه. عندنا هنا قسم التسالي اللي هو الشيبسيات والباجي، عامله عروض كويسه. اي اتنين من الكاجو ده ب 22 ريال. حلو 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 صراحة يعني. تقريبا 400 جرام. برضو الفستق عليه عرض الاتنين ب 22 ريال ما شاء الله. والحلو ومالح ده جميل يا جماعة، ممتاز للناس اللي ما جربتهوش، تحفة. انا بجيبه من شركة باجة على طول، مشكل مالح وحلو. هتلاقوا بقى فواكه مشكلة مقطعة كده صغير، في ب 18 وفي ب 19، يعني عليه عروض حلو. مع بعض المكسرات طعمه حلو بصراحه. الاثنين ب 19 ريال باجه، عروض باجه ممتازه جدا الاسبوع ده ما شاء الله. والمهباج برضه، بس اغلب عروض المهباج على البقوليات، العدس الفاصوليا اللوبيا الحاجات دي هنشوفها دلوقتي. وزي ما قلت لكم الشيبسي 3 ب 15 ريال ليدز. اللي بعده قسم الحليب المجفف والشاهي والحاجات دي. نبدا كده اول حاجه معانا عليها عرض الحليب ده اللي هو لونه 1800 جرام بالظبط ب 50 ريال، 49 و95 هلا ل 50 ريال من الاخر. يعني الحليب ده برضو اسمه فيكتو ب 32 ريال، برضو 1800 جرام. حلو مش بطال 32 ريال. والحليب ده برضو ده ب 27 ريال اللي هو فرجينتو، اسمه فرجينتو، ما تشغلوش بالكم بالاسماء، حليب مجفف وخلاص. طبعا هنا حليب الشاي اللي هو بني الثلاثة ب7 ريال. حلو مش بطال. في برضو الباندا، حليب باندا الاثنين المكثف المحلى الاثنين ب10 ريال. في نستل مكثف المحلى، العبوه دي حلوه جدا في الاستخدام، ب26 ريال. يعني هي كبيره على فكره، تختلف عن العلبه الثانيه. حلو مش بطال اتنين ب26 ريال ما شاء الله. في برضو نست المكثف المحلى اللي هو المراعي، برضو عليه عرض. نشوف عروض الشاي بقى. اول حاجه معانا هنا الاتنين ب16 ريال اللي هو شاي ريد، ناس بتحبه، انا ما جربتوش بصراحه. ليبتون عليه عرض الاتنين ب20، ربيع عليه عرض العلبه اللي انتوا شايفينها دي ب11 ريال. في ربيع تاني برضو، ما هو ربيع كتير، الاتنين ب20 ما شاء الله. ربيع ده برضو ب20، علبة كبيرة على فكرة. ربيع برضو ب20 ما شاء الله.
في شاي اسمه خدير، ده تقريبا شاي مغربي، الاتنين ب26 جنيه. في برضو ربيع الكبير ده اللي انتوا شايفينه، دي العبوة الكبيرة على فكرة ب28 جنيه، ما شاء الله حلوة خالص، بسم الله ما شاء الله، 800 جرام، حلوة كيلو ال20 جرام، حلو خالص. وده ب19 ريال لبتون، يعني برضو ده ربيع بالنعناع اللي هو الشاي الاخضر ب22 ريال. يعني اغلب الشاي عندهم على عرض الاسبوع الاخر، يعني عندهم عروض حلوة جدا جدا على الشاي ما شاء الله. عندهم هنا قهوة جولد ب31 ريال، معروف انها ممتازة، جولد ممتازة ما شاء الله. شوف اللي بعده، ندخل بقى على العروض. اه دي عروض على الكيكات والحاجات اللي هي اللي زي كده. اول حاجة معانا عليها عرض الكيكة الجاهزة دي ما شاء الله، التلاتة ب25 ريال. الكيكة دي ناس كتير جدا بتحبها وبتفضلها لانها سهلة جدا في الاستخدام، يعني 3 ب25 ريال، حلو. ودي نوعية تانية برضو، في كات بتتعمل كده في الكاسة وبتدخل في الفرن، الاتنين العبوتين منها ب24 ريال. الفانيليا دي عرضها ممتاز يا جماعة، الاربع علب اللي انتوا شايفينها دي ب5 ريال، بسم الله ما شاء الله، شايفين دول الاربعة منهم ب5 ريال، ممتاز 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 بصراحة، حلو للناس اللي بتستخدم الفانيليا في الحلويات. نشوف اللي بعده، كريم كراميل ومهلبية وجيلي، ما فيش عروض. الدقيق التلاتة ب10 ريال، اللي هو ده البيكر، اسمه البيكر، حلو ممتاز زيه زي دقيق كويت، ويمكن انه افضل كمان شوية من دقيق كويت، انا بستخدمه باستمرار. يعني السكر برضو عرضه حلو، الاتنين كيس من اللي انتوا شايفينه ده بسم الله ما شاء الله ب29 جنيه، حلو ممتاز تقريبا الكيس ده 3 كيلو العلم، وده 5 كيلو 29 جنيه. اشوف العرض التاني احسن، اه يعني العرض التاني زي الكيلو تقريبا. هنا برضو في قشطة المراعي الـ4 ب10 جنيه، ما شاء الله، دي قشطة الخير الـ5 ب10 ريال، حلوة برضو مش بطال. قشطة باندا الـ4 ب13 ريال، ما شاء الله، دي حلاوة طحينية باندا الـ2 الواحدة نص كيلو، الـ2 ب20 ريال، حلوة يعني الكيلو ب20، حلوة تقريبا كده كلها سيدة، ما فيش حاجة بالفستق أو كده، لا كلها سيدة، حلوة خالص على فكرة. نشوف اللي بعده، العروض المهمة بقى، عروض الزيت والرز. اه أول حاجة معانا هنا زيت زيتون، زيت زيتون الـ2 ب24 ريال، اللي هو ده اللي هو اسمه زيت اه زيت المراعي برضو عليه عرض ب19 ريال. عندنا برضو عافية زيت زيتون ب25 ريال، باندا ب15 ريال، زيت زيتون باندا ما شاء الله. في رحمة زيت زيتون رحمة ده الـ2 ب27 ريال، ده زيت تونسي على فكرة، حلو مش بطال. وده زيت زيتون برضو الـ2 ب24 ريال، ما شاء الله حلو خالص. الرز اول عرض معانا على الرز، رز الوليمة 10 كيلو 59 ريال، العرض ده ممتاز، الناس اللي بتدور على الحاجات الغالية الله يحييكم. اللي بعده رز العائلة الـ10 كيلو ب64 ريال، 63 معلش 63. الشعلان بنجابي الشعلان بالظبط ب67 ريال، 10 كيلو، حلو رز الشعلان ممتاز على فكرة، حلو حلو خالص ما شاء الله. اللي بعده اللي بعده، في رز ابو بنت برضو عليه عرض، ايوه ابو بنت ب32 ريال، السعوديين بيحبوا الرز ده جدا ما شاء الله، هو بيجي حبايته تخينه قلبوزه كده يعني ما شاء الله. في رز ده يا جماعه، الرز اللي هو ايه اللي هو حاتم، حد سالني عليه كتير وانا والله ما جربتوش، هو ب20 ريال، هو رز مصري، اللي جربه يقول لنا في التعليقات، يعني بصوا انا هجازف واجيب كيس واجربه عشان اقول لكم، هنقعد نشحت التجربه من الناس، هدي يا ام عبود هاتي كيس وجربي، ان ما ظبطش هندي للعصافير والحمام عادي يعني. طيب دي البهارات بقى، قوم ندخل على عروض الزيت. اول حاجه معانا عليها عرض الزيت ده، زيت نخلتين الـ2 ب25 ريال، زيت نخيل
في نخلتين وفي نخيل، خلي بالك الثلاثة ب 34 ريال. زيت صاني الاثنين 25 ريال ما شاء الله. شروق الاثنين ب 25 برضه، نفس سمسم صديق. طيب ده الثلاثة ب 34 ريال اللي هو هناء، ثلاثة ب 34 ريال ما شاء الله. الزيت اللي تحت ده شمس، ده عرضه ممتاز بقى، الاثنين العبوة الكبيرة خلي بالكو ب 45 ريال، اثنين ب 45 ريال. العرض ده ممتاز ممتاز ممتاز. اللي جنبه زيت عافية العبوة الواحدة ب 34 ريال ما شاء الله، ده ممتاز بصراحة، ده أحسن يعني اقتصادي، سعر ممتاز بصراحة. في هنا ليزا ب 14 ريال الواحدة ما شاء الله. نشوف اللي بعده. دي عروض بقى، معجون الطماطم والمكرونات والحاجات دي. نشوف معجون الطماطم مفيش عليها اي عروض. الكاتشب اول عرض معانا على الكاتشب تريفيا، التلاتة ب10 ريال ممتاز، التلاتة ب10 ريال. شركة تريفيا شركة ممتازة، كل منتجاتها ممتازة. الشطة برضو تريفيا التلاتة ب10 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كريستال الشطة باتنين بستة ريال او بالظبط بخمسة ونص عشان اكون دقيقة، يعني خمسة ونص. مايونيز ما فيش عروض. الخل عليه عرض الاتنين باربعة ريال، بالتلاتة وخمسة وسبعين هلل بالظبط يعني. والخل ده التلاتة بخمسة وتسعين هلل اللي هو رمى ما شاء الله. الملح ما فيش عروض، دي اللي انتوا شايفينها الاثنين ب 11 ريال. يا الله الله يسامحنا، ما بحبش اعلن عنها ابدا. المستعان. شوف اللي بعده. عندنا هنا المكرونه دي اللي انا مش عارفه اسمها ايه، اسمها ملخبط شويه حتى انها غاليه، الاثنين ب 19 ريال. مش عارفه ايه السبب يعني، المكرونه رخيصه في كل مكان، علينا نجيب اللي احنا عارفين. عندنا برضو المكرونه دي رنا، ايوه هي دي العروض المظبوط، الخمسه ب 10 ريال. شوفوا يا جماعه دي مكرونه ودي مكرونه، قولوش بالكم بالحاجات الغالية، دي مكرونة ودي مكرونة، الخمسة ما شاء الله ب 10 ريال يا بلاش. واحدة تقريبا واقفة بريالين ونص أقل كده ما شاء الله. نروح بقى نشوف بقية العروض. هنا عندنا ماجي، مرقة ماجي، مكعبات ماجي الحبة الكرتون ب 16 ريال. في اللي جنبها بالخضار، ماجي بالخضار الكرتون برضو ب 16 ريال. في الشوربة الجاهزة دي ماجي برضو التلاتة ب 11 ريال، يعني شوربات كتير بالمشروم بالخضار بروكلي. شوربة الشوفان التلاتة ب 11 ريال. بسم الله ما شاء الله. عندنا هنا برضو، لا دي بقى كلها حاجات يعني ايه. عندنا هنا العدس ابو جبة ده التلات اكياس ما شاء الله ب 27 ريال، الواحد كيلو المهداش. ده عرض ممتاز، انا شايفه انه ممتاز بصراحه. نفس الشيء العدس الاحمر اللي هو العدس اللي بتعمل شوربه عدس، الثلاثه ب 27 ريال. المهباش برده، اللوبيا الثلاثه ب 27 ريال ما شاء الله. عندهم برده البرغل الناعم والبرغل الخشن، الثلاثه برده ممتاز، الثلاثه ب 18 ريال ما شاء الله ما شاء الله. بص المهباش عروضه في بندا رهيبه ما شاء الله. في برضو تقريبا برغل برضو، برغل ناعم ده على فكره حلو قوي قوي ما شاء الله. ثلاثه برضو على عرض تقريبا كده ب 18 ريال، مش تقريبا ده اكيد ب 18 ريال ما شاء الله. شوف اللي بعده. ده برغل برضو، نوعيه ثانيه من البرغل. برغل احمر خشن برضو على عرض الثلاثه ب 15 ريال، ده عرضه رهيب، ثلاثه ب 15 ريال ما شاء الله. دي نوعية تانية من العدس برضو الاثنين ب 11 ريال، شركة تانية غير المهباش. ورق العنب ما فيش عليه اي عروض الاسبوع ده، لا المحشي ولا الورق اللي احنا بنحشيه، ما فيش خالص مطلقا. الناس اللي سألتني قبل كده عن ورق العنب الكويس، انا بستخدم باستمرار جودي او تريبيا او رنا، التلاتة دول ممتازين ما شاء الله. هنا العرض ده حلو، أربعة فول أمريكانة 10 ريال، ممتاز العرض، يعني العلبة بريالين ونص، أكثر من رائع بصراحة.
جودي فول مدمس مكشر الثلاثة ب9 ريال. حلو برضه العرض بتاع جودي، بس انا بفضل منتجات امريكانية. الثلاثة دي تونة الثلاثة ب12 ريال، اللي هي كريستال. في تونة برضو ألوها ب4 ب10 ريال، ما شاء الله ممتاز العرض. في تونة جودي الصغيرة الثلاثة ب11 ريال، باندا الثلاثة ب9 ريال، باندا الكبيرة ب2 ب10 ريال. شوف اللي بعده، عندهم برضو عروض على المناديل ب17 ريال. نشوف بقى عروض الدجاج. لا شوية شوية نروح نعمل المهداج او الدجاج في الاخر. عندهم برضو عروض على المكسرات ما شاء الله ب34 ريال. عندهم ده ايه ده ما شاء الله، ده عدس احمر الكيلو ب8 ريال، عدس هندي. والقهوة دي قهوة سودة اللي هي زي القهوة التركية، 35 ريال الكيلو ما شاء الله. يعني عندهم المكسرات دي برضو بتتباع بالعلبة كده. شركة المهباج معروفة ان منتجاتها كويسة بصراحة، منتجاتها حتى لو في بعض الاحيان هي غالية بس منتجات كويسة. يعني حبات المكسرات بتاعتها صحيحة وكبيرة وطعمها حلو ومش قديمة او مش خربانة بصراحة عن تجربة. يعني ما شاء الله عندهم زي ما قلت لكم عروض حلوة على بعض الحبوب، زي لا اله الا الله، زي اللوبيا، زي العدس بجميع انواعه برضه عروضه حلوة. دي ابو 79، ده يا ريت 79، ده 80. دي خضروات مجففة طعمها حلو مش بطال، بس انا شايف سعرها غالي قوي. يعني سعرها غالي جدا، مش قوي ده جدا ما شاء الله. المهباج عامل عروض حلوه جدا برضو في الاسبوع ده. ده يا جماعه الزعفران 30 ريال، هو معروف ان هو غالي اصلا، يعني حط على القهوه حط على بعض الكبسات، يعني حلو مش بطال. اخر عرض معانا بقى عرض البيض والدجاج. هنا عندهم البيض ب18 ريال، حلو بيض فطير. عندهم برضو عروض حلوة جدا، الفروج الذهبي السيقان اللي انتوا شايفينها دي، العلبة او الطبق ده نص كيلو ب7 ريال او بالظبط ب6.5. حلو عروضه ممتازة بصراحة، بس شوفوا التاريخ برضو. عندهم برضو الطبق ده كبير اللي هو مشكل من كل الدجاجة ب10 ريال. عندهم الدجاج بتاع فروج الذهبي في ب11 وفي ب12. عندهم دجاج اليوم برضو عليه عرض، مفروم دجاج اليوم تقريبا نص كيلو ب9 ريال. ده ب40 او بالظبط ب40.5، 40.5. ده دجاج فيليه، صدور دجاج فيليه مخلية، لا عظم ولا جلد ولا اي حاجة ما شاء الله. عروضهم الاسبوع ده على الدجاج حلوة جدا، الفروج الذهبي والتنمية اكتر عروض. في برضو الدجاج اليوم عليه عرض، فيه ب17 ريال وفيه ب18، يعني تبع الوزن، وتبع الدجاج بيتباع تبع وزنه. في برضو الفروج الذهبي عليه عرض ب16 ريال وفيه ب17. في برضو الفروج الذهبي ده فيليه دجاج، الفروج الذهبي ب19 ريال. عندهم برضو الشاورما دي ب17.5، الواحد يجيبها ويعملها على طول، هي متبلة وجاهزة. عندهم شيش طاووق ما شاء الله. عندهم الدجاج المتبل ده ب15 ريال وفي ب14.5. حلو ممتاز، عروض الدجاج حلو، انا شايفة انها حلوة ما شاء الله. عندهم اللحمة دي، ده كتف لحم خروف نعيمي 340 140 ريال عندهم العيني، عندهم سواتني، عندهم هيرفي، عندهم لحم برازيلي. اغلب لحم البقر اللي موجود في الفرع ده هو برازيلي يعني. وهي دي يا جماعه كانت عروض باندا الاسبوع ده، اتمنى انها تعجبكم، ولو عجبتكم ان شاء الله انكم تروحوا تشتروا، ولو ما عجبتكوش عادي، المهم ايه ان عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك. والسلام عليكم.